موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. تونس لأول مرة بممثلة في الخطوط التونسية بعضوية مجلس إدارة الشركة الدولية لاتصالات الطيران ببلجيكيا لمدة سنتين وفق بلاغ لوزارة النقل. مثل تعزيز التعاون التونسي البلجيكي في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي محور لقاء جمع اليوم الاثنين وزيرة الأسرة والمرأة وسفير مملكة بلجيكيا بتونس وممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية. وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة أن برنامج الإدماج الاجتماعي الذي يرتكز على مقاومة العنف ضد المرأة وإدماجها يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المرأة اقتصاديا باعتباره من أولويات الوزارة. حذر لبنان من أنه سيعمل على إخراج اللاجئين السوريين من أراضيه بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع بيروت لإعادتهم إلى بلدهم. جاء ذلك في تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميغاتي خلال رعايته بمقر الحكومة وسط بيروت. أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية المستمرة منذ 8 أيام إلى حدود 71 قتلاً. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية حياة فام على الفيسبوك. موجز الأخبار على الحياة فام.